أنا أقول باختصار شديد الأهلي لن يعود إلا من غرفة الملابس. مشكلة الأهلي في غرفة الملابس. مشكلة الأهلي إن في ناس ضخمت وتفخمت ويجب أن تعود إلى حجمها الطبيعي. لازم لابد أن الأهلاويين يتكاتفون ويعطون كل واحد حجمه. الواحد لما ياخذ أكبر من حجمه أكيد حتصير. أنت لكن يعني وانت تتكلم انت كاني قاعد افهم انك تقصد السومه تحديدا. السومه والعويس وغيرهم. شوف انا ترى على فكره حتى في رده فعل العويس في القادسيه، انت لاعب عندك ضبط نفسي واداري، انت اخطا عليك حتاخذ حقك. الدنيا ما هي فوضى تبي تجي تصعد مدرج. لو هو عارف ان عنده مثلا رئيس ولا مدير فريق حيقمعه، مع العلم اني مؤمن انه طارق كيال من مدراء الفرق الاقوياء، حيقمع. ما كان تجرع سوى كذا. خير يا طير سمعتهم، اوكي اخطوا عليك سبوك، انت عندك جهات تقدر تاخذ حقك. الاهلي ليس في وضع طبيعي. شوف انت لما تستشهد في الهلال، لكن في المقابل ضبط في الهلال حتى وان خسر الهلال. تستشهد في النصر إلى حد كبير من خلال وجود حسين عبد الغني تحديدا، في ضبط في النصر. الشباب في مرحلة من المراحل، نتائج ما نتائج، لكن عنده رئيس قدر أنه يخلي الفريق الآن من المرشحين الأوائل إلى أنهم يحققون الدوري. لذلك الأهلي ليس بالأهلي على المستوى. وين يبدأ حل مشكلة الأهلي؟ من جهة المدرب ولا من جهة الإدارة؟ لا من جهة الإدارة. ويجي مع يعني مع كل الحب والتقدير، وانا عاشرته حتى في نادي الشباب في مرحله، وحتى مع المنتخبات السنيه في مرحله. نايف القاضي فاهم كرويا، فاهم اداريا، لكن ما عنده الحده، ما عنده القوه اللي يعني تخلي الواحد. شوف ترى زي حامد البلوي، انا يوصلني الكلام اللي ينقال قبل المباراه ولا بعد المباراه. ترى من ضمن أحد أهم أسرار عودة الاتحاد إلى وضعه، نوع من وضعه الطبيعي، حامد البلوي داخل غرفة الملابس قبل وبعد وفي المعسكر وفي كل شيء. أنت لما يجيك واحد حازم يضبط الأمور، لا سومة ولا عويس يقدر يقول وش قدمتوا أنتم، مع احترامي لكم وش قدمتوا. أنت شايف شكلك في المباراة اللي خسر فيها يا العويس، اللي خسر فيها الأهلي بالأربعة من ضبك، شايف شكلك في المباراة الأخيرة. ترى أنا قسم بالله العظيم كل الاثنين، انا السومه قلت عنه تدري ان يوم من الايام قلت هذا اللاعب الاجنبي اللي اشوفه من الممكن انه يحترف في اعتى الدوريات على مستوى حتى اوروبا. توك موقع 3 سنين، السنه ب10 مليون. وش المهر اللي يحتاجه الدوري؟ وش المهر اللي يحتاجه؟ وش يسوون لكم يعني؟ وش اللي ناقصكم؟ وليش ما طلعوا لاعبين في الهلال وقالوا ذا الحكي مع الخساره 4 تعادلات وخسارتين، ولاعبين في النصر قالوا ذا الحكي؟ ليش ما تجرأوا أي لاعبين في أي أندية من الـ16 على إدارة أنديتهم إلا الأهلاويين؟ ليش؟ في ضعف في الإدارة. أحبك يا مؤمنة وأقدرك وأحترمك، لكن لو هم حاسين. وبعدين بقول المؤمنة برضو رسالة، يا مؤمنة يا حبيب قلبي، ما في قائد يترك جنوده في ساحة الحرب ويمشي. حرب كروية طبعا نتكلم. انت لما سجل الشباب الهدف الثالث قمت ديورت ومشيت. المباراة الاولى امام ضمك واصل الدقيقة 26، انت لازم الان يا استاذ عبد الله، والله نحبك ونقدرك ونحترمك، لازم تكون قريب من النادي ولازم تكون قوي وحازم. انت ما تتركهم. ترى الخسارة لما تخسر مشكلة، لكن لما تفوز كلنا بيقول انا البطل.